إبليس المرايا يا مرايا. صافي ابو هزاع ليش تاخرت؟ والله ما بعرف، يعني لو رايح يجيب الشطرنج من الشام كان رجع. لك اخي ليش الشطرنج؟ خلينا نتساير مع بعض شوي. يا سيدي بنتساير، بس انا ما بيهناني عيش الا حتى اغلبه. يا سيدي ها ليك اجا. شو يا؟ طولت الغيبه ورجعت بالخيبه. شو وين الشطرنج؟ لك بلا شطرنج بلا بطيخ مبسمير، انا وين وانتو وين؟ لا شوفي جايين وراي ثلاث بنات بيطيروا العقل، بياخذوا ضبنات العقل، ملكات جمال مو هيك، عارضات ازياء، لا، بيقولوا للقمر قوم لنقعد محلك. شو الحكي؟ وينو؟ ها؟ ليكن اجوا، شوفوا لي هالشوفه مشان الله وقولوا لي اذا كان الحق بايدي ولا لا. يا سلام، فعلا شي حلو كثير. شو هاد يا؟ لك عم قلك طرمخوني طرمخة. لك يا أرض احفظي ما عليكي. خلاص يا جماعة شو بكم اتاخدتوا؟ خبروا عالكم شوي. ليش لسه فينا عقل؟ لك مشان الله اسمعوا صوت ضحكاتهم محلاها بلابل شحرير يقبر عظامي قبر. هلا أنا هي خيلك وقعتي المي. يا الله مين بده يجيبنا يا هلا؟ أنا مالي علاقة، عمره ما تنجاب. ولا يهمكن السبايا ولا يهمكن. لحظة محلولة. لحظة اتفضلي يا قطة. تسلموا ايديك عمو. الله يسلمك الله يسلمك. هلا عمو انت كنت تشتغل منقذ بزمانك شي؟ لا ما اشتغلت منقذ، بس كنت مساعد بالشرطة ويا ما مارق على هالراس اخطار واهوال. طيب عمو انت مساكت شي حرامي بزمانك؟ حرامي واحد؟ قولي مية ميتين اذا ما كانوا اكتر. وما قوصوا عليك مثل الافلام؟ يقوصوا ليشبعوا. اصلا رصاص الحرامية ما بيخوف. عمو ممكن تاخذ لنا صورة؟ ايه على عيني وراسي، بس بلاها كلمة عمو. هلا
يا سلام. شكرا عمو. عفوا بس بلاها كلمة عمو. باي يا شاب. الله معكم. مع السلامة يا حبيباتي. الله معكم يا ريم الفلا، يا غزلان البوادي. الله معكم. لساته قلبك اخضر يا ابو هزاع. ورح يضل اخضر طول عمره. والله بموت اذا يبس لكان. والله بتصيبني جلطه. بس بدي اسالكم بالله عليكم، بالله، هدول نسوان ويلي عنا بالبيت نسوان؟ نسوان بهي معك حق. الله وكيلك اللي عندي لكل فيل بيستحي من سمنها. اي انا اللي عندي بالبيت ما له سيره غير شو رايك بطبخي؟ شو بدنا نطبخ اليوم؟ انا عازمة صهري، شو نطبخ له؟ كأني متجوز طباخة. انا مرتي الله يصلحها ما عادت حطت على وشها لا ابيض ولا احمر ولا اخضر من اكثر من 20 سنة. ليش لا تسألوني؟ جواب ما عندي. ولك خلاص يا جماعة، زوق على حالكم بقى. شو صار لكم؟ واحدكم صار عمره 65 سنة ولسه بدكم تحكوا بهالمواضيع؟ ليكم مين عم يحكي ليكو؟ لك حبيبي انت متجوز سنتين ومجدد شبابك وما حدا قدك، مو مثل حكايتنا نحن المعترين. الحق بيده، لانه وحده للنهار وحده لليل. مساء الخير. مساء الخيرات. شو اجيت؟ لا والله ما اجيت. شو رايك بدي اتاخر نص ساعه؟ ليش هيك عم تحكي معي؟ شو صاير لك؟ مو صاير لي شيء. حط لك عشاء؟ هلا انت مالك سيري الا الغدا والعشاء والفطور؟ شو بدي اسالك لكان؟ لا تساليني شيء. شو هاد اللي لابستي؟ شو هاد يعني؟ روب البيت. شو هي اول مره تشوفني لابسته؟ ما عندي غيره. عندي غيره بس هذا بيريحني كثير. وين المشكله؟ المشكله اني انا مالي مرتاح. وهذا شعرك ليش هيك منفوش مثل صوف الخروف؟ ما فضيت مشطه. وليش ما فضيت يا حبيبتي؟ لك العمى، الوحده منكم بس تتجوز ويجيها كم ولد ما عم تسال عن جوزها منوب، منوب كانه خروق. طيب شو اعمل لك؟ سالتك اذا بدك تتعشى ما رديت علي. ولك اخ. لوين رايح؟ لك لوين رايح يعني؟ رايح اندفس بفرشتي ونام احسن لي. يلا لاحقتك بس لاكوي هالتياب. على مهلك. كويون منيح حبيبتي، كويون. شو صاير له هالرجال اليوم؟ عم يخانق تبان وشو؟ طيب عمو، انت ما ساكت شي حرامي بزمانك؟ حرامي واحد؟ قولي 100 200 اذا ما كانوا اكتر. ما قوص عليك مثل الافلام؟ لك تنام لسه؟ لك شو بدك؟ فيش المكواية عطل، قوم صلحه. اوف، صنادلي شاطرة في انتي. تعا ركب وتعا صلح وتعا قيم وتعا حط. ايش وهد يا اخذ حالي على معي. على مهلك عزيزي. الله صباح الخير. صباح الخيرات. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ومرحبا. حضرتك ساكن هون؟ اي نعم، بالطابق الثالث. وانا رح صير جارتك فوق. اسمي فاتن برما، استاجرت الشقه يلي بالطابق الثاني. تشرفنا. تشرفنا يا انسه. انا عباس كعكع، مساعد بالشرطه، متقاعد. مساعد بالشرطه، اهلا وسهلا. بتريدي شي مساعده؟ اي والله يا ريت. ولو تكرم عينك. هاي اللهم زيد وبارك. يلا يلا.
وينك لهلا؟ غلي قلبي عليك، صار لك ساعة نازل، رح تجيب الترياق من العراق؟ عاونت جارتنا الجديدة بنقل العفش. ومينو هاي جارتنا الجديدة؟ لك وحدة اسمها فاتن برما، استأجرت شقة أم محمود. ايوه، وشو بتشتغل حضرتها بقى؟ لك عشان بيعرفني، عم يقولوا بالإخراج. شوف حبيبي، البناية الثانية الطابق الرابع، أول باب على اليمين. يلا لا تأخر. ها دخلها؟ مين استأجر بيت أم محمود؟ وحدة اسمها فاتن، بس باين عليها شيء أكابر ما هي؟ أكيد ما في شك. متزوجة شيء؟ عم بيقولوا لا. يعني هلأ ساكنة لحالها؟ أي لحالها. يا لطيف ألطف. مساء الخير أنسة فاتن. أهلين سيد عباس. محسوبك أبو هزاع. أبو هزاع أهلين. هاتي الأغراض من إيدك. هاتي. لا معلش. لا 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 لا, لا. أعوذ بالله عذابك راحة. لا 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 ولوي خلي لي إياكي يا رب. يسلم إيديك. الله يخليكي. سيد أبو هزاع. مري. بدي أسألك، أنت كم سنة خدمت بالشرطة؟ يا ستي خدمت بالشرطة 33 سنة وخمسة أشهر، وطلعت تقاعد من سنتين. والله معناها شفت حوادث كتير بحياتك. ما حوادث وأهوال ومخاطر واقتحامات واشتباكات ومداهمات، شو بدي عد لعد إلك؟ يا لطيف يا لطيف. قلعت أسناني بهالشغلة يا أنسة فاتن، وأبو عبدو بهاء كان يعتمد علي كل الاعتماد. بتعرفي إنه أنا اللي مسكت اللص المشهور خطاف الهوى، والحرامي سراق الكحل، والمجرم بعاش بطنه؟ يا سلام عليك، بس والله ما كان عندي خبر. شلون ما عندي خبر؟ بيصير هيك يا أنسة فاتن؟ الجرائد كلها كتبت، والتلفزيون حكى، والإذاعة بسي. طيب سؤال أبو هزاع. تفضلي. يعني أنت المسا وين بتروح عادة؟ والله غالبا بروح أنا ورفقاتي على القهوة. حلو. أصبح شو رأيك احرمهم منك اليوم بس، وإعزمك على فنجان قهوة، هذا إذا أنت بتريد طبعا. ولو على عيني ورأسي، ما في عندي مانع منوب، بس على حسابي. ها أنا زفاتي. على حسابك. على حسابي. خلص خلص سيدي على حسابك، بس بشرط بدي إياك هيك يعني تحكي لي كل شيء كل شيء أبو هزاع عن مغامراتك أيام الشرطة. أنا جاهز لعيونك أنا زفاتي. خلص. يا أهلا وسهلا. ايه سيد ابو هزاع، بدي اياك تحكي لي بالتفصيل عن اخبارك بالشرطه، هذا اذا ما عندك مانع. لا لا ابدا ما في مانع، بس بترجاكي لا تقولي سيد ابو هزاع، يعني لا تحطي حواجز بيناتنا حتى تحلو الجلسه واشعر انك قريبه مني. شو بدي نادي لك؟ لكان ابو هزاع بكفي، واذا بتنادي لي عباس بكون ممنونك. طيب يا عباس، فيك تحكي لي عن أيامك وقت الشرطة؟ الحقيقة يا فاتي، أنا لما كنت استلم رئيس مخفر بشي حارة أو ضيعة، أول شي كنت أعمله إني خلي العالم ترجف مني قصب، وإذا طلعت دورية كنت أمشي بالطريق إيدي بقفة ظهري وأنا ماسك الخيزراني هيها وعم بمشي مثل المهر. طب شلون كنت تمشي؟ بشرفك تفرجيني شلون؟ والله الواحد بينسى وبيستحي كمان، يعني لأنه طيب طيب على عيني وراسي. يا ستي سؤال مهني جيد جدا. شوفي يا أنسة فاتن، يعني
لو جابوا لي شي حرامي أو سرسري مثلا كنت أصرخ في صوت واحد بس ما تني بس شو؟ صوت من إياهن كنت أخن صوتي أصدا وعرضه مشان أوهره مشان أتغدى فيه قبل ما يتعشى فيني. حرامية هدول سرسرية ما بتفرق معهم شو له؟ ولك يا حرامي يا حقير أنت عرفان على أنه مغفر جاي؟ أنت الله غضبان عليك لأنه وقعت بمغفر أبو هزاع يلي شربان حليب السباع. يا بتقر وبتسلم يا بتنكر وبتندم. وبعدين بمجرد ما يدوق أول كف وتاني كف على بوزه بيكرت كل شي عنده. مو معقول يا عباس شو ذكي. هلأ بدي إياك تحكي لي شلون مسكت خطاف الهواء. أوه هاي شغلة قديمة كتير. يلا كرمالي بعدين أنا بحب القبضيات كتير يا عباس. طيب يا فاتي يا ستي هذا خطاف الهواء كان حرامي خفيف مثل الريشة مثل النسيم بيخطف كل شي بيحسن بشيله وبيركض فيه. سحارة خيار أنينة غاز خروف صغير قفص في عصفور أو ما في عصفور صندويشة بإيد ولد فروج ما بتفرق معه بيخطف وبيركض مثل البرق. هيك حتى عجز الناس والبلد كلها اشتكت منه. بيوم من الأيام إجاني الأمر وكلفوني أنا بالقبض عليه. فورا مثل عادتي أنا اهتميت بالأمر وتنكرت عملت حالي رجال ختيار عم يمشي على العكازة وحملت بإيدي ديك سمين كله هبر ومشيت بالسوق على مهلي والديك عمي كاكي. وفجأة ظهر قدامي خطاف الهواء لعبت عينه عالديك وأنا شايفه وما لقيت لك إلا واحد ركض مثل أبو الحصين هيك بده يخطف الديك وأنا شايفه وبمجرد ما مد إيده عالديك دقيت فيه امسكته من رقبته عم صار يبلعت مثل الصوص ونزلت لك فيه بالعكازة وعلى وين بيوجعك وصرخت لك فيه هداك الصوت مثل ما قلت لك قبل شوي مثل يوسف وهبي قلت له ولك وين رايح بيه العشرة وين أنا أبو هزاع يلي شربان حليب السباح. هو سمع اسمي بالأرض وقع مغشي من رعبته واستسلم وشحط لك يا مثل الجروع المغفر من شواربه. ايشو هاد يا عباس إيه والله ما في مثلك ابضاي بهالبلد. ايشو مفكره لكان يلا انا صار لازم بروح على الموعد كثير بكير قاعدين انا صفاتي معلش بستاذن المره الجايه بدي اياك تحكي لي شلون قبضت على سراق الكحل. على عيني وراسي انا صفاتي لانه فعلا القصه غريبه كثير. انت بتحبي احكي لك اياها؟ انا بخبرك مو مشكله. ايه على عيني وراسي. مع السلامة سيدتي. مع السلامة. الله معك. مع السلامة. الله معك. الله يحرسك. ازعل منك هلا. مساء الخير. مساء الخير. يعطيكم العافيه. يا سلام. شو هاد؟ يا والله طالع مثل العريس بليله دخلته. فظاعه يا جماعه شو الحب بيقلب الواحد. لك ليش ما عم تجي على القهوه؟ والله مالي فاضي. نيالك لك عمي. ولك يا جماعه افرطوا لي هالقصه بقى وكبروا لي عقلكم. واحدكم صار عمره فوق 60 سنة ولسه بده يحب ويعشق ويتمعشى. وانت ليش زعلان؟ ما انت متجوز تنتين. وما تتجوزوا تنتين مين ما سكه. منين يا حسرة؟ اصلا مين بده يقبل فينا هلا؟ ايه ابو هزاع احكي لنا وين عم تلتقوا مع بعض؟ والله مرة بالكافيتيريا مرة بالحديقة مرة على 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 النهر بطرف الغوطة. يعني دخلك بتحبها؟ لك بتموت فيه هيك إلا. بتصدقوني يا جماعة هالمخلوقة ما بتشبع من حديثي والتطليع فيي. بتركز على عيوني وما بتنام المساء قبل ما تحكي معي على التليفون. لك هلأ أنتوا لما بتعدوا مع بعض شو بتحكوا؟ هي بصراحة ما بتحكي كتير بس بتسألني أسئلة وأنا بجاوبها
وبحسها مبسوطة مني كتير، تضحك من قلبها على كل كلمة بحكيها. اليوم مثلا حكيت لها كيف مسكت سراق الكحل بعد ما قوصته ببطت رجله. ايه صحيح، حكينا شلون قوصته؟ أفضل لاعب لم يحقق أي نجاح. كانت حياته حتى اتصل فيه شي اليوم المساء. شبك انت؟ هاي ثالث مرة تسألني هالسؤال، قلت لك ما حدا اتصل. كويتي لي قميص الزهر ولا لسه ما كويتي؟ لا والله ما كويته، هاللون مولدن كتير، مو خرج واحد بعمرك يلبسه. لك هلا خرجي ولا مو خرجي؟ شو بدك بالقصة انت؟ اكوي وماشي الحال شيء في العاشرة كاس ايه علته. انه بس بدي افهم، انت من امتى كنت تلبس هيك قمصان؟ من هلا بدي البسهم. انت اخت مرائي شيء؟ لك شو صاير لك يا رجال؟ فهمني مشان الله. مو صاير لي شيء، خليكي بشغلك انت. ليش طفيته؟ هيك ما حدا عم يتفرج عليه. سهلين بس النور بس الفلو الياسمين. لا لا ما نمت، يعني معقول نام قبل ما اسمع صوتك الحلو؟ امتى؟ بكره؟ ايه ايه فاضي طبعا، ايه بعرف المحل. نعم بدك يعني البس البدله الرسميه والرتبه كمان؟ لا لا عندي عندي أمريك فاتن خانو أمريك فاتونتي. مع السلامة، تصبحي على خير حبيبتي. لك وين حاطط الطيارة؟ والله ما بعرف. هلا انت ليش بدك البدلة؟ هيك لازمت لي. يعني عندك حفلة تنكرية؟ لك شو تنكرية؟ ما تنكرية انت التانية؟ لك ليش بدك ياها؟ انا ورفقاتي المتقاعدين عاملين حفلة بمناسبة مرور سنتين على تقاعدنا. وينها؟ وينها؟ قولي على قامتي. ليش مين باقي من رفقاتك؟ يلي مات مات، والمشلول مشلول، والم... ولك سبحان الذي خلقك على هالمناطق وعلى هالملافظ اللي بتهز البدن. تعي دوري منيح، تعي دوري، ما لقيتها. ايه ايه هلا تذكرت وين حاططها. كنت اعطيها لشحاده فقيره هداك الشهر، قامت ما اجي. شحاده فقيره؟ مرة بعت لي العقيد أبو عبده بهاء عناصر حتى دربهم، وقال لي العميد بده إياهم يطلعوا رجال من تحت إيديك يا أبو هزاع. قلت له أمرك سيدي. أول درس فيقت لك ياهم بنص الليل. صفيتهم قدام بعضهم مثل عيدان الكبريت وصرخت لك فيهم هداك الصوت. طب الله إلي شلون صرخت فيهم هداك الصوت؟ يا على عيني وراسي عم قل لك. أول كل شي صرت أمشي هيك قدامهم حتى أوهرهم، تعرفي يعني إذا ما وهرتي العنصر ما بيطيعي. عملت هيك بعدين قلت لهم أنتوا لسه ما بتعرفوني منيح. لك أنا اسمي المساعد أول أبو هزاع، أنا شربان بالصغر يا حليب السباع. يلي بيعرفني وبيطيعني رح يسلم، ويلي رح يعصاني يا ويلو شو رح يندم. لك شو هاد؟ نايمين يا عجايز؟ لك بدي خبطة الأرض تنبع من تحت رجليكم والمي نبع؟ شدوا حيلكم؟ يلا لشوف. روح عيد. لك زفت انت وياه نيق، بيظهرونكم ما بتمشوا غير بالعقوبات. أخ لو تعرفوا مين هو هادي اللي واقف قدامكم. أخ ولك أنا اللي مسكت خطاف الهواء، أنا اللي مسكت سراق الكحل، أنا اللي مسكت بعاش بطنه. أبو هزاع
انت لهلا ما حكيت لي شلون مسكته لبعاج بطنه. والله العظيم ما حكيت لي. اي والله ما حكيت لي، بس بالاول بدي اياك تحكي لي ليش سموه بعاج بطنه. هذا يا انسه فاتن، كان في واحد ازعر زعوري مشراني وكل الناس بتتجنبه لانه كل شهر شهرين بيبعج واحد بالموس بكرشه. مره من المرات طلع من الحبس وعمل مشكله مع واحد اسمه حوت المهاجع وسحب الموس بده يبعج له بطنه، قام هرب حوت المهاجع ما حسن يلحقه، وقف وقال هالموس ما بيرجع على الفاضي لخصري، وبعج بطنه من قهره وغيظه. مو معقول شو غريبة عجيبة هالقصة، بس بالأول بدي إياك تحكي لي أبو هزاع شلون مسكته لبعاج بطنه. مسكته بخمارة القط المجنون، كريزي كات، خمارة صغيرة جنب خمارة فريدي. هذا يا ستي كان في زلمة مرعب العالم اسمه زكريا الدفاش، وكان يتعاون مع ابن خاله اسمه حالوش النتن، وكانوا يلتقوا بخمارة نعوم الحايك جنب سينما الشرق بسقاق رامي. لماذا لا يكون الحب في الدنيا لكل الناس، كل الناس مثل أشعة الفجر ومثل الماء في النهر، مثل الغيم والأمطار والأعشاب والزهر؟ أليس الحب للإنسان عمرا داخل العمر؟ أي والله يا أبو هزاع، الحب عمرا داخل العمر. هل هذا شعرك أبو هزاع؟ لك شو شعري انت التاني؟ شعر نزار هذا. لك تقبر عظامي يا نزار، لك يبعث لي حمى عليك، يبعث لي حمى عليك. شو بتفهمني؟ لك شو بتفهمني؟ كنك كني. اوف 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 اوف، شو ابو هزاع شايفك غرقان بالحب تمام. مو بس لحالي غرقان، لكن نهفي انه هي غرقاني اكتر بحبي. لشوشي والله لشوشي. طالما انت وياها غرقانين مين دي طالعكم بقى؟ شو راح تنامي؟ وحاشتي شقة وتعفير طول النهار. الله يعطيك العافية. بكرة بدي نروح شقة على مرت اجنك سميرة. ماشي، سلمي لي عليها كتير. ما بدك تروح لعند ابنك هزاع؟ لك بعدين بعدين هزاع. انت بدك تنام؟ ليخلص الفيلم. ليه؟ لا تسهر كتير، انت كبرت والسهر ما عاد يواتيك بنوبها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك يا لطيف شلون بتدجي كلامك أنت دجيكي. تصبح على خير. الله معك وأنت من أهله. Lovely. What do you think of this room? The eagle's nest. Great image. Right out of your husband's imagination. Actually, it's Rena's idea. You know, she bid on this project too. Is that right? I should have hired you. You're a lot better looking than these two bums. My father is Mr. Finley. أهلين أبو راشد. أهلا وسهلا. لا والله قاعد ما نمت. خيب وهزاع، اتفقنا نروح بكرة المساء نبارك لصلاح سويعاتي لأنه فتح محل شاورما. بقى بتروح معنا؟ بلا بروح. وراح نشتري له باقة ورد، عندك مانع؟ لا ما عندي مانع. مع السلامة. غريبة. وين راحت هي؟ Thank you.
يعني هذا صلاح منين جاب حق محل الشاورما؟ يا انا بعرفه درويش ومنتور. سمعت انه مرته ورتانه من اهل ورته منيحه. يا حبيبي لك يا هيك النسوان يا بلا. لك اشتهيته يقدم لنا شي سندويشه من هذا السيخ اللي عم بيفتل على النار، والله ريحته غرفه قلبي غرف. هاي الزلمه قدم لنا سكره وفنجان قهوه مره، شو بدك احسن من هيك؟ يا للاسف على باقي الزهر اللي قدمنا له اياها. سيدي شو ابو الزاع؟ شايفك شارد وين المخ؟ سدوني يا جماعة ما في شي، والله ما في شي. يلي أخذ عليك يتهنى. حبيتك وبحبك وححبك على طول. شو أبو هزاع؟ حبيب قلبك عامل مسرحية؟ شو ما عندك خبر؟ لا والله ما عندي خبر. شو رأيكم نحضرها؟ حلوة المسرحية؟ والله ما بعرف بس يبدو أنه بتضحك. بس وينكم شباب؟ صار لنا نبلش ربع ساعة. ها نحضرها بس على حسابك. ها لك على حسابي ما في فرق. امشوا يلا شريف. أنا اسمي أبو مناع، أبو مناع، اللي بيعرفني وبيطيعني بيسلم، واللي بيعصاني وبيخالفني يا ولو يا سواد ليلو شو رح يندم. تابريح يا حبيبي، شو نايمين يا عواجز؟ نايمين؟ بدي المي تطلع من تحت رجليكم. تعيد يا حبيبي، شغلتكم مبينة بدكم تتعاقبوا، ما في مجال. نقاخ مخ، لو تعرفوا انتوا قدام مين انتوا واقفين. انا ابو مناع، ابو مناع اللي جمع شطاف الهوى وشرق الكحل وبعاج الطوب. كأنه هالممثل بيشبهك أبو هزاع. بتعرفوا شلون أنا كمشته لخطاف الهواء؟ ولك شبكون؟ شبكون؟ رأسكم بالأرض ولا منك الهلو لا إلو لا إلو، يخرب بيتك وبيت بيتك عند التاني. خطاف الهواء أنت؟ خطاف الهواء؟ ما عرفتوه؟ خطاف الأول اللي بيخطف كل شي بيلاقيه بطريقه، دجاجة، ديك، بيضة، أفص. وين أبو هزاع؟ لسا المسرحية ما خلصت. أبو هزاع؟ فيني الشغل أبداً. وين أبو هزاع؟ أنا ما بلعب بنوك. لسا المسرحية. لكن فبدي ياكم تعرفوا منيح قدام مين أنتوا واقفين. فاتن برمى شخصية أبو مناع اللي شفناها بعمق الموضوع هي لشو بترمز؟ يعني شو اللغة الرمزية اللي استخدمتيها فيها؟ هلا بقول لك، يعني أنا شخصية حقيقية موجودة بالواقع. أنا اللي بيهمني إنه الناس لما بيجوا على المسرح ويشوفوا شغلي، يشوفوا مسرحياتي، ما يحسوا إنه هن طلعوا من بيوتهم، لا، كأنه عم يشوفوا جارهم، ابن حارتهم، يعني شيء من الواقع أنا جايبته وحاطته هون عندي. يعني شخصيات حقيقية. أكيد 100%، أكيد أكيد، ويعني كتير منشوفهم، كتير موجودين أساساً. ما جبت شيء غريب من الشارع وحطيته على المسرح، ما أقحمت شيء إقحام. طيب العمل القادم اللي رح تسويه بعد عبد المنور؟ Thank you.
مساء الخيرات. أهلين دكتور. شو بلاقيك متأخر بالمحل على غير العادة؟ ايه والله لقيت حالي متنشط شوي، قلت براجع الحسابات. يا سيدي الله يعطيك العافية ويخليك ويديمك فوق رأسنا يا سيدي. طمني شلونك انت، شلون شغلك؟ والله يا أبي الحالة دائرة معي تمام، يعني يا بيجيني مريض باليوم يا مريضين وغير هيك ما في، مع أنه صار لي فاتح العيادة أكثر من 10 سنين. الرزق عند رب العالمين مكتوب ومحسوب. يعني لو ما حضرتك اشتريت لي هالعيادة كنت بدي أدفع أجارة وكانت حالتي بالويل، بس ربك رحيم عم ناكل ونشرب ومسورة. بابا أنت نظيف ولازم تضل نظيف طول عمرك، مهنة الطب مهنة إنسانية قبل كل شيء، لا تنسى أنك حالف قسم على شرف المهنة. صدقني يا ابني أنا ما بفتخر فيك إذا كنت طبيب غني، بفتخر فيك إذا كنت طبيب إنسان. تربيتك يا أبي، والله تربيتك. بالعكس أنا إذا كنت حابب صير غني فعذري الوحيد بهالطموح إني خليك تقعد بالبيت والتزم بمصروفك وحاجتك شغل بقى. يعني أنت والله ما قصرت معي منوب، ولازم أنا هلأ يعني ردلك جميلك. لا هلا بلشت تخبص بالحكي. ألو نعم. يا أهلين مرتك نسرين، تفضلي احكي. أهلين نسرين. لا يلا يلا جاي، بس حبيت أمره على أبي وأطمن عليه. نعم ولا يهمك هلا بلو ماشي الحال. الله معك. عم تقول نسرين ليش ما بتجي بتتعشى عنا بالبيت احسن ما تتعشى لحالك بالدكان؟ سبقتكم اكل سندويشه لبنه ومشي الحال. ان شاء الله صحه وهنا. ويا ترى بدك تمشي هلا ولا بدك تضل سهران؟ ما قلت لك شايف حالي متنشط، بركي بكمل حساباتي احسن. ماشي ان شاء الله على طول. تصبح على خير. بدك شي بابا؟ سلامه عينك. يسلم لي عمرك. الله معك. السلام عليكم. مع السلامه. أنا برأيي وضعنا ما رح يزبط إلا إذا اجتك فيزا من الخليج. ما بدهم واحد بعمري، بدهم واحد أصغر مني. أنا عم شو قصري النظر؟ شو أنت موظف حكومة لحتى يحيلوك على التقاعد؟ شو بيعرفني؟ بس بكل طلباتهم عم يحددوا شرط العمر. طب يحطوك مدير مستشفى أو مدير مستوصف، يعني يستفيدوا من خبرتك. يا ستي هون ما عملوها حتى يعملوها هنيك. بدك تتفرج على التلفزيون ولا بدك تنام؟ لا والله بدي اتسطح شوي تعبان. طيب حبيبي سبقني وانا هلا لاحق. ماشي. مين بده يجي لعنا هلا؟ ما بعرف غريب. يعطيك العافية دكتور. خير؟ دخيل عينك، في عندي شخص مريض وبحاجة لإسعاف. خير شو بو؟ ما بعرف بس إصابته كتير خطيرة ولازم تروح معي بسرعة. بس أنا هلأ. يستر عرضك يا دكتور لا تخيبني. طيب شو عم يصير له؟ شو وجعه؟ يا دكتور ما بعرف بس المسكين ملقح لا من تمه ولا من كمه. وين البيت؟ بعيد من هون؟ لا مو كتير دكتور، يعني شغلت 10 دقايق بالسيارة. أنت شو بتكن له؟ قرايبه دكتور قرايبه. عجل دكتور استر على عرضك. معك سيارة؟ اي معي سيارة. اصبح سبقني على بير ما البس. حاضر دكتور حاضر، كتر خيرك. خير شو في؟ حالة اسعاف طارئة. يا لطيف. مطولين الرسالة. وصلنا دكتور وصلنا. شو دكتور طمني. شو طمني؟ انا ما بقدر ساوي له شيء على الاطلاق. شلون يعني؟ يعني انا ما بقدر المسه او اقدم له اي مساعدة. انا اسف يا دكتور. شو اسف ما اسف، الزلمة رح يموت بين ايدينا. دبره.
شو دبره يا أخي؟ هذا زلمة مصاب بطلق ناري بصدره وشغلة فيها مسؤولية. يا دكتور والعمل هلا؟ العمل لازم نخبر الشرطة. شو شرطة ما شرطة دكتور؟ ما في داعي نخبر الشرطة. ليش أنتوا شو عاملين؟ نحنا شو عاملين؟ مو عاملين شيء. مين يلي قوصه بصدره؟ يا دكتور يعني صارت معنا حادثة بسيطة بالصدفة، وإذا بدنا نخبر الشرطة بصير فيها سين وجيم، يعني بتعقد المسألة. هي مشكلتكم، أنا ما بقدر ساعدكم منوب، آسف. إن شاء الله دكتور فهمني، الزلمة رفيقي ورح يموت بين إيدينا. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولك حبيبي عم تفهم عربي أنت؟ هالشغلة فيها جرم، فيها جناية، شلون بدك ياني فوت بالموضوع بدون ما أعرف شيء عن المسألة؟ بصير شريككم بعدين. يا دكتور الشغلة إنسانية، بعدين بهون عليك يموت بين إيديك وما تقدر تعمل له شيء. طيب أنا رح طالع له رصاصة من صدره، بس بمجرد ما أطلع من هون بدي أخبر الشرطة. تنسى انك حالف قسم على شرف المهنه. يعني انت والله ما قصرت معي النوم. ايه دكتور شو؟ طيب ماشي الحال. يعطيك العافية. الله يعافيك دكتور. وين طالع معي؟ دكتور مشان وصلك؟ لا اتركني لحالي. طيب دكتور يعني مشان لا تخاف ما رح خبر الشرطة، بس أنا حابب أتمشى لحالي. ما كان لازم أخذ منه المصاري، ليش الله عمى على قلبي وأخذته؟ بس كان لازم أخذ هالمصاري لأنه مصروفي ما عم يكفيني، والوالد اللي يا دوب عم يطالع لقمة عيشه بحاجة إلي مثل ما أنا بحاجة إله، وربنا سبحانه وتعالى ما رح يحاسبني لأنه بيعرفني مضطر. سامي أنا بالمستشفى، أبوك تعبان شوي. شو صار معه؟ سلامتك. أهلين بابا، منيح اني شفتك. خير بابا، شو صار معك؟ بعد ما تركتني ورحت هجموا علي اثنين زعران بدهم يسرقوني، لما حاولت قاومهم واتصل بالشرطة واحد منهم بإيده سكين ضربني بصدري، ساعتها اضطريت دافع عن نفسي سحبت المسدس اللي بالدرج اللي عمري ما استعملته أو قوصت عليه
ما بعرف شو صار له. بعرفت مين هدول؟ لا، بس واحد منهم شعره أحمر وعلى خده علام جرح قديم. ولا يهمك بابا، ولا يهمك إلا ما يكشفوهم بالتحقيق، لأنه أبي سامحني، دخيلك دخيلك سامحني يا أبي.